حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الملاعي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهلا بك في نشرة الثامنة. طبعا كما ذكرنا أو ذكر الخبر السابق بأن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد شرعت بالفعل في تنفيذ أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. إذا ما هي خطوات الوزارة القادمة لتطبيق هذا الأمر؟ أمسي عليكم بالخير جميعا وعلى السادة المشاهدين. بداية نحب نتقدم باسم آيات الشكر إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ونحب نأكد أن احنا في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدأنا فعليا باتخاذ خطوات التنفيذ الفورية لأمر سموه من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على تخصيص ميزانية لسد الرسوم والتسجيل العقاري كدعم إضافي سيقدم للمنتفعين من خلال برنامج تسهيل عن طريق البنوك الممولة لأي غرض من الأغراض المحددة في نظام الإسكان، وذلك في حدود قيمة التمويل. ونحب بعد نأكد أن كل هذه الإجراءات بتكون من خلال إجراءات داخلية بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، ما بتحتاج إلى مراجعات مباشرة من المواطنين. نعم، إذا أستاذة فاطمة، كيف يعني تنظرون أو تقرؤون انعكاس هذا الأمر، أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على المنتفعين أو الراغبين بالانتفاع من التمويلات الإسكانية والبنوك الممولة؟ بلا شك بيكون حق هاي الأمر العديد من الانعكاسات الإيجابية، سواء للمنتفعين من الخدمات التمويلية تحديدا تمويل تسهيل عن طريق البنوك الممولة، أو على القطاع المصرفي، ذلك من خلال تعزيز استفادة المواطنين من قيمة التمويلات الممنوحة لهم عبر البرنامج. إضافة على ذلك أن بننوع للخيارات للاستفادة من خلال كافة البنوك الممولة والمشاركة معنا في هذا البرنامج، ويبلغ عددها 8 بنوك. طبعا في انعكاس آخر بيكون على شراكتنا مع القطاع الخاص، واللي يقوم بصراحة حاليا بدور رئيسي وكبير في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وبيشجع البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات والمميزات الداعمة للتمويلات الإسكانية. بالتالي نحقق كلنا هدفنا الأساسي وهو تمكين المواطنين الكرام من الحصول على سكن ملائم. نعم، إذا الأستاذة فاطمة الملاعي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.